ويقول: هل يجوز للرجل أن يسجل ابنه الذي هو من الزنا في دفتر عائلته حيث ينسبه إلى اسم الأب، مع العلم أن الابن ينظر إلى هذا الأمر أهم شيء في حياته وسعادته، ولكي ينظر إليه باعتبار؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن ينسب ولد الزنا إليه ويتبناه. ولد الزنا سفاح ينسب إلى أمه فقط ولا ينسب إلى أب، لأنه من زنا، ولا يجوز أن يضيفه إلى عائلته أو إلى دفتره أو يقول هذا ابني أو ابن فلان، هذا حرام، لا يجوز. ما يجوز خلق الأنساب، ولا يجوز التبني في الإسلام. ولد الزنا ينسب إلى أمه فقط. نعم.